مقطع اليوم عرض ازياء اليوم الوطني والفائز راح ياخذ 100 دولار. وشاهدوا متع الجميع، لا تقصروا معنا باللايكات واشتركوا بالقناه اذا انتم مشتركين، لان في نسبه كبيره قاعد يشوفون المقاطع ما اشتركوا بالقناه. رجعنا لكم يا جماعه ومعنا المشاركين، ما ودي احرق عليكم سكنات هذا الماب تصميم عزه الله يسعده اليوم الوطني. تعالوا يا جماعه خلونا ندخل، ليتس جو. شوفوا الماب اول ما تدخل، اليوم الوطني السعودي 93، وهنا برضه اليوم الوطني السعودي 93، وعندنا المسرح قدامنا اللي راح ينفذون فيه ان شاء الله عرض الازياء، والفائز معنا راح ياخذ 100 دولار. في البدايه حاب اقول كل عام وطننا بخير، والله يجعل وطننا في امن وامان، والله يحفظ لنا قيادتنا الرشيده، بسم الله خلونا نوزع في افريقيا. طيب يا جماعه خلونا نسحب الفريق الاول اللي بيشارك معنا. عندك الاوامر، سحب الفريق، تقييم الفريق، النتائج، عزه كاتب التنائج، عدلها يا عزه. وفي النهايه وراح نسوي النهايه هذه، وراح نشوف المفاجاه اللي بتصير في نهايه الحلقه هذه والمقطع هذا. متحمس، ما ادري ايش يصير، بس عزه محمسني على اخر شيء. خلونا نسوي سحب فريق ونسحب فريق رقم 1. حلو، الان متى ما استعديتوا افتحوا ستاره وابدوا على راحتكم. طيب بسم الله خلونا نشوف عرض الازياء وش راح يسوون. الله يا ساتر الكاتسين، والله ما كنت ادري، والله حلو. اوكي بدوا الشباب قاعدين يمشون يتمخطرون، لابسين اخضر فاخضر، مطقمين تطقيمه كامله. حلوين. اوكي وقفوا، الاول قاعد يغني دي جي والثاني قاعد يرقص. حلو حتى الان. اوكي الامور طيبه. حلو، وقف رقص، وقف دي جي، قدم شويه. اوكي صار في تاخير بسيط في السينك، لكن نفس الرقصه. اوكي حلو قاعد يرقصون ويحتفلون. تعرفون يا موطني لازم يكون في احتفالات وساعة صدر، بس قهرنا ما كان بينهم سينك. لو في بينهم سينك بيكون شيء مره اسطوري. اوكي بيعطي هاي فايف. حلو تمام، اتوقع بيختمونها الان. اوكي تمثيليتهم حلوه، فكرتهم حلوه، ان دي جي ورقص واحتفالات باليوم الوطني، لكن للاسف السينك عندهم مضروب 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 مضروب. انا ما اعتقد انهم خلصوا، التناسق اللي بينهم مره حلو، يعني اخويا وعندهم نفس السكنات ونفس الشنط ونفس كل شيء. صراحه اهنيهم، صراحه ابدعوا في تناسق السكنات، لكن الرقص والتمثيليه ما كان في تناس، يعني ما كان فيها توافق، ما كان في سينك بينهم. فالتيم رقم 1، خلونا نقيمهم، خلينا نشوف تقييم الفريق عندنا من 1 إلى 10. ما قصروا صراحه، فراح نقيمهم 6 من 10، يعطيكم العافيه ما قصرت. طيب خلونا نشوف الفريق الثاني معنا رقم 4. اوكي بسم الله، خلونا نسوي سحب الفريق رقم 4 بسم الله. طيب عندكم 15 ثانية عشان يجي الكاتسين وتبدأ المسرحية حقتكم أو عرض الأزياء. 3 2 1 بسم الله، خلونا نشوف عرض الأزياء عندهم. أوكي حسين وجي كي نزلوا، أوه قاعد يوزعوا الحلويات. أوكي الأول طلع من اللاما والثاني طلع بعده. أوكي إيش راح يسوون؟ راح يطق معه. وات أوف مات، لا 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 لا، زعل والله زعل حسين. اوه جاب الفزع، قاعد يتمرن. اتعلم واجيك، والله راح له، قاعد يرقص. ايوه رأيت الميت. اوكي بيوم تمرن، صاروا اصحاب الحين، صاروا اخويا. اوكي صاروا اخويا، وش بيسوون؟ اوكي قاعدين يلعبون كوره مع بعض. والله سطحها، ما تعرف تلعب يا حسين. ايوه حسين قاعد تمزع انت يا حسين. اوكي بس اللوكاد انهم لعبوا كوره مع بعض. حلو. طيب يا جماعه حسين وجي كي خلصوا التمثيليه، في بينهم تناسق لكن تناسق مختلف شويه، يعني بتلاحظون الشنط عندهم مختلفه، السكنات ايضا مختلفه، وملابسهم ايضا مختلفه، لكن كلها اخضر فاخضر، وهذا المهم اللي هو اليوم الوطني. في شيء بسيط تمنيت انهم مسوينه، اللي هو لو تلاحظون الارقام اللي حاطينها رقم 10، ولو تشوفون الرقم اللي انا حاطه عندي في التيشيرت اللي لابسه نيمار 93، اللي هو اليوم الوطني رقم 93، هذا الشيء ترى كان بيفرق في التقييم لانه يعطي معنى هذا اليوم 93 مملكتنا الغاليه. لكن صراحه حلو التناسق بينهم، التمثيليه صراحه جميله، فكرتها حلوه، الفكره لحالها وبحد ذاتها جدا جميله، انه راح يتمرن ورجع على وجلده، بعدين صاروا اصحابه يلعبون مع بعض. يعطيكم العافيه حسين وجي كي، ما قصرت صراحه، راح نعطيكم تقييم الفريق. هو المشكله ما كان في سينك في البدايه حقت السيكل، ويا ليت في خاتمة حلوة، لو صار في خاتمة رقصة تطلع حلوة، لكن عموما حسين وصاحبه راح نقيمكم
7 من 10 تستاهلون، يعطيكم العافية يا حسين. خلونا نشوف التيم اللي بعده، رقم خمسة. طيب بسم الله، خلونا نسحب فريق رقم خمسة. طيب بسم الله، خذ راحتكم، متى ما تبغون تبدون ابدوا، مو بشرط تلتزمون بهذه الستارة. قبل ما تفتح الستارة هذه لا تخسرون يا جماعة، حطوا لايك واشتركوا بالقناة، وبرضو اكتبونا في التعليقات مين التيم اللي تشوفون انه يستاهل انه يفوز. حتى الآن ما شفنا ذاك الفريق اللي واو، التناسق بينهم خرافي إلى الآن. خلونا نشوف، لعله عسى يجي هذا التيم المأمول، وكلهم ما قصروا صراحة. بسم الله، خلونا نشوف بسكوته ومستر آي كيو. أوكي، دخلوا بالمركبات الفضائية، حلو حلو، وتناسق جميل جدا بينهم. ريك مورتي أوكي وصاحبه، خلونا نشوف شو يسوون. حلو، قاعدين يرقصون، تمام، أخضر فأخضر، سكناتهم خضرة، الشناط نفس الشيء. حلو حلو حلو. طيب ريك يبغى يجلس، فعلا جلس، قاعد يعطيك قلوب صفرة، سحب عليه. ايوه زعل، روح يراضيه ولا ايش بيسوي؟ قاعد ياخذ مع سيلفي، يقطع ام الاهانة. زعل زعل. قال ايش فيك انت نفسية؟ اوه بيطقون بيطقون ولا ايوه يمين يسار. ايوه تهاوشوا. اوكي زعل برضه، بسكوته ما زال زعلان. اي راضي، قاعد يعطيه قلب، يعطيه يعطيه عضلات. اوكي ايوه، بعدين اعطوها الختاميه. اول شيء خلونا نبدا بالسكنات، سكنات خضره في خضره، ريك مورتي والسكن الثاني فيه تناسق مختلف، احب الاشياء هذه، لما يكون نفس السكن بالضبط، لا نفس الشنطه نفس الثيم الاساسي انه اخضر في اخضر، لكن سكنات مختلفه تماما. حلوه فكره، دخله مره اسطوريه عجبتني، دخلت المركبة الفضائية تحس حلوة، لها علاقة بريك مورتي لأن ريك عنده مركبة فضائية. فكرة أنه عطى قلب أصفر سحب عليه وراح صور معه، زعل، حلوة حلوة، راضاها آخر شيء. طيب النهاية برضو حلوة، في تأخير بسيط في السينك، لكن مع ذلك يظل صراحة جيدين جدا جدا جدا. عشان كذا شكرا يا جماعة، راح نقيمهم 8 من 10، يستاهلون. طيب خلونا نشوف الفريق اللي بعده، حتى الآن أعلى تقييم اللي تو، خلونا نشوف الفريق اللي بعده، رقم ثمانية، ليموني العراقي وإيرين. طيب خلونا نسحب رقم ثمانية، خلونا نحطهم فوق. بسم الله، خلونا نشوف الكرة ما زالت موجودة حقت حسين. طيب ليموني العراقي وإيرين بدوا، الجماعة بدوا قاعدين يرقصون، ليموني العراقي وإيرين. أوكي حلو، قاعدين يرقصون، يا سلام دخلتهم، هاي الدخل حقتهم، خلونا نشوف شو راح يسوون. قاعدين يناظرون بعض. اوكي قاعد يطلق عليه، اوف يا سلو موشن، والله طلقات والله حلوه. اوكي طيب شو راح يسوون الحين؟ طلع السيف، ولا لا ولا لا ولا لا، قال اركض اركض حبيبي. اوكي اوكي في مشكله في السنك اخر شيء. اوكي حلو، النهايه على الاقل فيها سينك، ومره السينك حلو اللي هو السيفين والنخله، ولو تلاحظون قاعدين ينسقونها مع بعض بحيث انها تطلع نفس شعار مملكتنا الغاليه المملكه العربيه السعوديه، السيفين والنخله. طيب لو تلاحظون فيه السينك دائما ينضرب عندهم، لكن فكره رائعه جدا جدا جدا. دخلتهم السينك حقه لك عليه، تعالوا يا جماعه قدام، تعالوا خلينا نقيم السكنات حقتكم. الدخلة حقتهم كان في شويه سينك غلط، ليموني العراقي متقدم قبل ايرين، الرقصه مو نفس الرقصه، في واحد متاخر عن الثاني. التمثيليه حلوه، التمثيليه عجبتني، الطلقات مع السلو موشن هذه حقت ماتريكس مره حلوه، مره 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 حلوه. طيب خلونا نشوف سكناتكم، خلوكم واقفين يا شباب وثابتين، زي ما تشوفون يا جماعه هذا التناسق اللي انا مره 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 يعجبني، اللي هو ان نفس فكره السكنات، ولكن لو تلاحظون هنا سيفين، هنا المفروض هذه تكون نخله، شوفوا هنا السيفين تشوفون، وهنا النخله تشوفون. هذا اللي انا يعجبني صراحه، التفاصيل هذه انا مره 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 انبسط عليها. فسكناتهم رائعه، تمثيليتهم حلوه، ينقصها فقط 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 ايش؟ ينقصها السينك، والسينك دائما نعذره بايش؟ نعذره ان النت يكون متلخبط بين اخويا واحد ساكن في مدري وين والثاني وين ساكن فيتاخر الصوت. لكن راح عجبتوني، شكرا يا ايرين وليمون العراقي، راح نقيمكم 9 من 10. خلونا نشوف الفريق اللي بعده، رقم ستة، قبعة القش وابراهيم. خلونا نشوف هل بيتعدون رقم 9، بيوصلون 10 من 10 ولا لا. حتى الآن أنا ما شفت فريق وصل 10 من 10، كلهم رائعين،
لكن إلى الآن ما شفت فريق وصل 10 من 10. خلونا نشوف. طيب أوكي AI نزل، إبراهيم نزل بالمركبة الفضائية وجلس، وبعت القش ما زال وراء. أوكي عطاها الرقصة وقاعد ينزل ويتمخطر ولا طق خبر الخوية. خوية قاعد ينتظر. أوه فرح مبسوط. أوه قاعد يتسلل وراه، قاعد يتسلل بروعة، صدقوني بروعة. أوكي قاعد يتسلل خلف إبراهيم. وش راح يسوي؟ وش راح يسوي؟ روعة والله اللي قايل لكم. ضحك. تعال تعال ما عليك تعال. أوكي يعطي هق كويس، ما سحب عليه. حلو حلو رضى بسرعة إبراهيم. أوكي قاعد يرقص يقول لا 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 حبيبي لا لا لا، خايسة خايسة رقصتك. فلوس الأصلية. يا الله بكى. قاعد يضحك عليه. اوكي اوكي طلع السيف. لا 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 يا ساتر يوسا، والله عطاه فنشه، طلع له السيف وفنشه. هذا اللي يصير اذا طقطقت على خويك، عنده فلوس يد واحده لا يدين. اوكي اوكي حلو. هذه الرقصه يا تاخير بسيط، نعذر دائما التاخير البسيط عشان اوكي. ايوه هذه ضغطت مع بعض. اي يا شيخ اي اي روح. ايوه هلا 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 حلو. اوه احتفال بالنهايه وخلصوا العرض حقهم. والله ابداع، اقسم بالله ابداع، وطلعوا سيفين ونخله والعلم السعودي ودق التحيه. والله العظيم ابداع ابداع ابداع. وهذه النهايه حقتهم، قاعدين يسلمون لايك. حطوا لايك يا شباب، قاعدين يقولونكم حطوا لايك. والله اذا ما حطيتوا لايك ويلكم. يعطيكم العافيه يا جماعه، تعالوا قدام. عندنا قبعه القش، عندنا ابراهيم. صراحه ابداع ابداع منقطع النظير. سكناتهم خضره وجديده، اخضر واسود، في اختلاف لكن نفس الثيم الاساسي اللي هو اخضر فاخضر. انا يعني ما راح اتكلم عن التمثيليه، التمثيليه من بدايتها لين نهايتها. ولو تلاحظون التمثيليه حقتهم طويله ولها معنى حلو، انا قاعد استخلصها معكم، والايديتر راح يحط اللقطات عشان تستوعبون. في البدايه نزل ابراهيم بالمركبه الفضائيه، جلس قاعد كذا ينتظر. جاه قبعه القش فرح انه شافه معطيه ظهره، راح له بتسلسل، قاعد يتسلسل يتسلسل كذا بشويش عشان ما يدري عنه. روعه خاف، رجع رضا، بعدين بدوا يكملون التمثيليه حقتهم والرقصه حقتهم. ومع ذلك يعني الموضوع خلص بالعنف، طلع السيف واعطاها واحده وذبحها. صراحه انيكم قبعه القش واي اي مره رهيبين، ابداع صراحه، تمثيليه خرافيه، سكنات حلوه، الفكره اسطوريه، السينك بعض الرقصات فيها سينك خرافي وبعضها لا تاخير بسيط. مع ذلك صراحه بدعت وبدعت وبدعت صراحة. حتى الآن قبعة القش إبراهيم راح نقيمكم 10 من 10، تستاهلون. طيب باقي لنا فريق واحد بس، هل بياخذ 10 من 10 ولا لا؟ اللي هو فريق رقم 3. بسم الله خلونا نشوف فريق رقم 3 وش راح يقدموا لنا. بسم الله أحس الحين الضغط عليهم مرة قوي، لكن يقدرون يجيبون 10 من 10 بإذن الله. خلونا نشوف. بسم الله بدأوا الشباب، انزلوا بالعجلة. أوكي وسيكل كفر واحد، حلو حلو اوكي تمام. نشوف ولع الشعله وقاعد ينادي نادي نادي. ايوه حلو حلو قاعد ينادي نادي 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 تمام. اوه عطف ايفاف وسحب عليه، ضحك. زعل 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 لتو قاعد يحتفل ويبغى يصير خويه يحتفل معه، عيا رفض، سحب عليه وقاعد يضحك. اوكي طلع حط بخاخ اكس انه مات، ضحك عليه. اوكي عبره في خواتيم، شوف ايش صار له. رجاله قاعد يبكي ابو بلاوي قاعد يبكي، يعطي هاي فايف. هل مره اعطاه هاي فايف؟ حلو حلو ابو بلاوي، والله راعي بلاوي. قاعد يشوي. اوكي تكوا مع بعض. اوكي يا ساتر يا المشاكل. ايوه حلو تكوا مع بعض الحين، قاعدين يشوون وسعون صدور بعض، صاروا اخويا صاروا اخويا. اوكي نشوف الخاتمه. اوكي الثاني ابو بلاوي. اوكي طيب
طيب اعطاها التحية انهم خلصوا عرض الازياء حقهم. خلونا نبدا نقيم اولاوي وخويه. اول شيء سكنات حلوه، انا يعني يعجبني السكن اللي يكون جديد. شوف هذا لابس سكن اسود والوشاح نفسه اخضر، جدا رائع. هذا برضو من السكنات اللي دائما تتكرر، اخضر وابيض كلها لها علاقه باليوم الوطني. جميله 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 جدا جدا جدا. التمثيليه حقتهم حلوه، دخلتهم برضو متناسقه، ولكن في النص صارت بلاوي. اسم على مسمى يا ابو البلاوي، صارت بلاوي، صارت حوسه شوي. السينك بينهم مضروب، حتى بعض الرقصات تكون فيها شويه عدم توافق، ولكن كتمثيليه حلوه. الشواء وانهم تصالحوا في النهايه برضو حلوه. طيب راح نقيم ابو بلاوي واي ال خويه، راح نعطيهم تقييم 6 من 10 يستاهلون، يعطيهم الف عافيه. معناته يا جماعه الفائز معنا فعالية عرض الازياء اليوم الوطني 93، ألف مبروك قبعة القش و AI. شكرا شكرا، الله يسعدهم إن شاء الله. الباقيين لا تبكي لا تبكي، ما عليه إن شاء الله بإذن الله المرة الجاية السنة الجاية تجي وتفوز بالفعالية بإذن الله. الآن عندنا نهاية يا جماعة، عندنا نهاية، خلونا نشوفها، خلونا نشوف إيش سالفته. أوكي بسم الله. أوكي أوكي خالق لا لابس شماغ، لابس شماغ نيمار فوق اخضر يحمل النور المسطر، رددي الله اكبر يا موطني، موطني قد عشت فخر المسلمين، عاش الملك للعلم والوطن. والله عز نهاية خرافية رهيبة 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 بالكريتيف الجديد، والله إبداع، أقسم بالله العظيم، والله العظيم أسطورة يا عز. الأخيرة سكن نيمار لابس شماغ رهيب مرة. يعطيكم العافية يا جماعة، إن شاء الله انبسطتوا المقطع هذا. اكتبوا لنا في التعليقات وش رأيكم، كم تقيمون الشباب هنا في عرض الأزياء. ألف مبروك لكم بعد القش إبراهيم، راح نتواصل معهم إن شاء الله ونعطيهم جائزتهم. شكرا لكم، نشوفكم على خير إن شاء الله، مع السلامة.